أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج منا وفينا. اليوم نحكي على التوحد، نحكي على الاضطراب السلوكي أو طيف التوحد. المسميات كثيرة، كيفاش نعرف أنه ابني متوحد؟ كيفاش نعمل باش نوصل ابني إلى بر الأمان؟ كيفاش نعمل باش نخلي ابني يعيش في مجتمع كيف وكيف بقية الأطفال؟ هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم مع الأساتذة اللي شرفونا بالحضور، الدكتور وائل العسكري، طبيب نفسي للأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا بك دكتور. يحضر معنا أيضا، مرحبا بك دكتور، يحضر معنا أيضا الأستاذ صلاح الدين بن فرج، أستاذ علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك أستاذ. شكرا على الاستضافة، مرحبا بك معنا. قلت باش نحكيه على التوحد أو هذا الاضطراب في السلوك اللي إلى يومنا هذا ما نعرفوش أسبابه وما نعرفوش من شنو سبب اللي يخلي صغارنا يخرجوا منعزلين ويحبوا يعيشوا في عزلة ويعيشوا وحدهم. إن شاء الله نجموا نجاوبوا اليوم في الحصة هذه على كل تساؤلات الأمهات اللي عندهم أطفال متوحدين واللي البعض منهم ما يعرفش أنه ابنه متوحد لأنه يلاحظ في سلوك مختلف ولكن مازال ما يعرفش. خلينا نشوفوا ساعة تقرير على التوحد لدى الأطفال ونرجع ونحكي. تفضل. التوحد هو حالات يواجه فيها الأشخاص صعوبة في تطوير العلاقات الاجتماعية العادية أو استخدام اللغة بشكل طبيعي أو العجز مطلقا عن استخدامها، ويظهرون سلوكيات مقيدة أو تكرارية، ويواجه المصابون بالتوحد صعوبات في التواصل مع الآخرين والارتباط بهم. خطورة وأعراض التوحد تختلف من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع الاضطرابات السلوكية الذاتوية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم. وكلما تقدم أطفال التوحد في السن نحو مرحلة البلوغ يمكن أن يظهروا قدرة أكبر على الاندماج والاختلاط في بيئتهم الاجتماعية، وتتقلص لديهم الاضطرابات السلوكية إذا وجدوا الرعاية والاهتمام اللازمين، حتى أن بعضهم ينجح في عيش حياة عادية أو قريبة من العادية، بينما تستمر لدى البعض الآخر الصعوبات في المهارات اللغوية وفي العلاقات الاجتماعية. وتستوجب العناية بالطفل المتوحد مجهودا معنويا وخاصة ماديا لإدماجه في مراكز متخصصة، عادة ما تكون تكلفتها باهظة في غياب المراكز العمومية المجانية مع تزايد عدد حالات المصابين بهذا الاضطراب السلوكي. ففي تونس غابت الإحصائيات الرسمية لعدد المصابين بالتوحد، إلا أن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن عددهم يقارب 200,000 طفل. وتحرص وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على دمج عدد منهم في رياض الأطفال العمومية والخاصة لتمكينهم من فرص للتأقلم مع المجتمع. وأطلقت تونس أول دليل موجه للمدرسين للتعامل مع الأطفال المصابين بطيف التوحد. Mon enfant ne doit pas vous faire peur. Il n'est pas méchant ni violent. Il voit juste des choses qu'on ne voit pas. Il sait des choses qu'on ne sait pas. Ouvrez-lui grand les bras, le cœur. Je l'aime tellement, je l'aime comme ça. Mon enfant, mon petit soldat. نبدأ معك دكتور وائل العسكري. كيفاش نعرف أنه ابني متوحد؟ برشا أمهات يلاحظوا سلوك مختلف متاع صغيراتهم من عمر عام ونص تقريبا، عام وثمانية شهور. كيفاش يتأكدوا أنه هما عندهم توحد أو طيف التوحد أو هذا الاضطراب السلوكي؟ بداية خلينا نعرفوا شنية هو التوحد أو اضطراب طيف التوحد. قبل كنا نحكيه على التوحد، تولينا نحكيه على اضطراب طيف التوحد. تون روا عليش اضطراب طيف التوحد أول حاجة هو اضطراب نمائي عصبي نسميه، اللي يبدأ جنرال في الطفولة المبكرة، معناها قبل 3 سنين. أكثرية الحالات يتم التشخيص متاحها في عمر بين عامين ونص وإلى 3 سنين ونص خاصة. أما فما علامات اللي نجموا نفيقوا بها بداية من الأسابيع الأولى، واللي هو ماذا بينا اللي نوصلوا نفيقوا بالعلامات هذوكم مبكرا. إذا كان معناها التشخيص متاع طيف التوحد هو يكون عن طريق زوز علامات كبار.
عن الزوز علامات الكبار. العلامات الأولى اللي هي فيها اضطرابات التواصل، التواصل اللفظي أو غير اللفظي والتفاعلات الاجتماعية. والمجموعة الثانية متاع العلامات اللي هو كل ما هو اضطراب سلوكي، كما الحركات النمطية والاهتمامات اللي تبدأ مقيدة أو محددة، أو السلوك اضطرابات السلوك والسلوكات اللي تنجم تظهر غريبة شوي. هذوما الزوز مجموعات الكبار متاع العلامات اللي خليونا نجم نشكو اللي فما اضطراب طيف توحد. إذا كان ناخذ المجموعة الأولى معناها الاضطرابات في التواصل اللفظي أو غير اللفظي، نجم نلقاو مثلا تأخر في النطق، وإلا حتى إذا كان صغير معناها يولي يتكلم أما يكون فما توظيف الكلام هذاك في غير محله، في غير محله. نجم نلقاو مثلا صعوبات في الفهم، مثلا الفهم تاع كل ما هو علاقات اجتماعية أو كل ما هو قواعد الحوار. النجم نلقاو زادة مثلا في التواصل غير اللفظي، مشاكل في التواصل غير اللفظي، كما أنه الصغير مثلا ما يخزرش بالقدية في العينين، تواصل بصري، أنه الصغير تواصل البصري، كما أنه الصغير مثلا ما يفهمش لغة الجسد، وإلا ما يفهمش التعابير متاع المشاعر، وإلا ما يفهمش التعابير متاع الوجه، متاع المشاعر في الوجه وإلا في العينين. عن المشاكل في التفاعلات الاجتماعية هي اللي تخلي الصغير اللي عنده اضطراب طيف التوحد نلاحظوا اللي هو منعزل شوية، ماهوش مهتم بالمحيط اللي به، ما يلعبش مع الصغار، وإلا حتى كي يدخل في مجموعة متاع الصغار ما ينجمش يلعب في مجموعة، ما ينجمش يفهم القواعد متاع لعب في مجموعة، يبدأ عنده ديما العالم الخاص متاعه. المجموعة الأخرى اللي هي نجم نلقاو اضطرابات السلوك، نجم نلقاو حركات نمطية، وإلا كما أنه تكرار متاع بعض الحركات كما الرفرفة، وإلا تكرار متاع بعض الأصوات، وإلا نجم نلقاو كما فما الاهتمامات المقيدة، دونك نلقاو الصغيرات مهتمين بمجالات معينة فقط، معناها الاهتمامات هذه تنجم تظهر لنا إحنا اللي هي غريبة شوي. كيف من العلامات الأخرين اللي هي العلامات الحسية. أنا صغيرات هذوما ينجم مثلا ما نعرفش ما يحملش بالصوت كي يبدا عالي، ولا بالعكس تلقاه ديما مغروم باي سورس نتاع ضوء، دونك يتبع ديما اي سورس نتاع ضوء. مثلا ما نعرفش ما يحملش صوت نتاع ماشين كي تخدم في الدار والا حاجه، دونك العلامات هذوما الكل الاصوات العاليه تقلق، الاصوات العاليه تقلق بالضبط. معناها اذا كان يكون عندنا تجمع تاع برشا من العلامات هذوما وقتها نوصلوا نخموا اللي فما اضطراب طيف توحد. نعم أستاذ، شو نجم نقوله على التوحد اللي لاحظنا وأنه قاعد في السنوات الأخيرة الأعداد تتزايد بشكل كبير، رغم أنه ما فماش معناها حتى دراسة تأكد شنو هو المنبع متاعه ومن شنو هو شنية أسبابه، ومش في تونس فقط، هذية في العالم الكل. هو لأنه أولاً العدد متصل بالتشخيص المتزايد للحالات اللي ولا أكثر يقوم على معرفة، معرفة بالمظاهر مش معرفة بالأسباب. أنا فهمت معرفة بمظاهر التوحد اللي كان يتكلم عليها الدكتور توا، لكن مش بالأسباب. الأسباب إلى حد اليوم هي مجهولة غير معلومة، واجتهادات معناها مختلفة، مدارس مختلفة، وفيها من يركز على أنه مرض وفيها من يركز على أنه عائق ولا غير. معناها ثم ناس فما مقاربتين، هو اضطراب يعني هو اضطراب حتى بمفهوم الاضطراب مو مفهوم كلينيكي، معناها بمفهوم معناها الكلينيك. دونك المفاهيم الكلينيكية ماهيش هي الوحيدة، ثم اللي يقول لك هو عائق من جمل العوائق على مستوى التعبير ولا على مستوى كذا، دون أن يكون بالضرورة مرض، في حين أنه مقاربة المرض هي مهيمنة أكثر بطبيعة الحال، لأن يعني هي الأقدم وهي مرتبط بالخلايا العصبية والبناء العصبي وكذا وإلى آخره. ولكن ثم نوابغ خرجوا من الأطفال المتوحدين، ثم أطفال تجاوزوا اليوم ثم السندروم داسبيرج مثلا، يعني اللي هو هذوما أقرب إلى أنهم يكونوا قابلين للاندماج. يعني الاكتشافات منذ 2008 تقريبا وحتى في 2018 تقريبا، وإحنا ما زلنا نبدينا نتعاطاو مع يعني أطفال متوحدين، ولكن عندهم مؤهلات الاندماج ويرغبون في تحقيق الاندماج، ولكن المجتمع لما لا يتفاعل معهم بشكل إيجابي بداية من أوليائهم. يعني ما نمشي نقولوا هذا اللي باش نسألك يعني عليه قبل ما نمشيوا لاندماجهم في المجتمع وشنو ينجموا يحقوا في المجتمع. أحيانا الولي الأب والأم وقت اللي يلاحظوا سلوك الغريب ويمشيوا مباشرة يتوجهوا للطبيب النفسي باش يتأكدوا ويأكد لهم أنه عنده طيف توحد أو عنده توحد، لأنه يختلف بين الطيف بين التوحد البسيط والتوحد العميق حسب ما نعرف. أحيانا الأولياء في حد ذاتهم هي تصير لهم الشوك الأولى، تصير لهم كصدمة الأولى وما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع ابنهم،
وأنهم في بعض الحالات ما يقبلوش الوضعية هذيك، وربما فما حالات متاع أولياء أنه وصلوا حتى إلى الانفصال بسبب الحالات متاع أولادهم. صحيح، هي مشكلة عميقة، لأنه الاكتشاف هو يبدأ تدريجي في البداية، لأنه في بعض المؤشرات ما ياخذوهاش بعين الاعتبار، ولكن لما تتكرر التواتر يقلق الحيرة، والحيرة تخلق القلق، والقلق يخلق التوتر، والتوتر ينتج عنه أحيانا تبادل الاتهامات. فلنقول ذلك، يعني أحيانا تولي، يعني خلينا نكونوا يعني واضحين، يعني شفت الدرجات اللي مرينا بها الآن، يعني بداية ثم عدم فهم وزعمة، يعني ثم تشكك أولا، كأني بعض المؤشرات يبدأ يسأل، يبدأ الحيرة ويبدأ القلق، وبعد يبدأ التأكيد بتاع الوضع، نمر إلى مراحل التوتر والإدارة السيئة للوضعية والإدارة المتشنجة للوضعية، اللي تنعكس بالضرورة على الطفل المتوحد نفسه طبعا، اللي هو في حالة يحتاج إلى أنه يحس أنه يعني بالأمان والاطمئنان. إذا كان هالشعور هذا يعني ينعدم عنده من أقرب الناس اللي هم حوله، رأوا الوضع يتعكر أكثر، معناه ويزيد وتدخل فك الدورة المفرغة، يعني كلما زاد التوتر زاد عمق المرض، وكلما زاد عمق المرض زاد التوتر، وهكذا حتى توصل المشكلة تولي على مستوى الوالدين أنفسهم، يوليوا في يعني إدارة غير منسقة بينهم، في عدم انسجام، وعدم الانسجام يخلق وضع متردي. يضيف له إلى هذا لو سمحتي عدم الانسجام لما يدخل طرف ثالث اللي هو المدرسة، المدرسة والمجتمع ما تبدأ، وقبل ما نوصلوا الجيران والأصدقاء، الجيران عندك الجيران وأفراد الأسرة بيدهم الموسعة، ولاد العم ولاد الخال الأقارب اللي تمتي مناسبة، وإذا بهم يلاحظوا ويبدأ يعني أكيد نسميوها نحن الوسم، يعني عملية الوسم الاجتماعي، وتبدأ الاستيغماتيزاسيون، يعني هذيك تبدأ الوالدين واليو محرجين حتى محرجين معهم في مقابلات عائلية، فيعود أنهم يتقبلوا الوضعية واللي هي تتطلب وقت، لأن الوالدين أنفسهم مطالبين أنهم يكونوا عندهم شكون يرافقهم لتقبل وضعية ابنهم، ويوليوا وقتها يرجعوا إلى أنهم يوليوا يعني يقبلوا ويبدأوا يديروا في الوضعية بشكل المتقبل مش بشكل الرافض، لانه الاداره وانت رافض مشكل اداره وانت متقبل، يعني مختلفه الوضعيه، وهذه تحتاج الى قيم اجتماعيه ناسسها منذ يعني في المجتمع من اجل قبول المختلف عنا، لان احنا ما نقبلوش المختلف، هذا المشكل، ما نقبلوش المختلف، المختلف على غالب ما نقبلوش، المختلف في العرق، المختلف في اللون، المختلف في اللغه، المختلف في الدين، فنسبقه بالاستهزاء ولا عدم الاكتراث ولا بعدم الاهتمام، ونوعا من يعني نتعامل معه بغريب عنا، غريب عن المألوف، وهو اللي يحرج الوالدين اكثر، معناها يخليهم ما يتقبلوش الوضعيه نتاع ابنهم. هذه ثقافه عامه، ومسألة ليست مسألة لا تؤسس لا بقرارات ولا تؤسس بقوانين متاع اليوم نعمل قانون أم لا، هذا مهم جدا نعمل قوانين، لكن المهم أن نعمل أكثر من ذلك، أن نؤسس لثقافة الاختلاف وقبول الآخر، فهذه ثقافة تبنى تدريجيا بمستوى وعي واجتماعي مشترك. علاش سألت وأنا دكتور؟ لأنه معرفة أنه صغير هذاك يحمل طيف توحد أو الاضطراب السلوكي تأثر على العلاقات بين الزوج والزوجة، لأنه الفترة الأولى من اكتشاف هذا الاضطراب فترة صعبة برشا على الوالدين، كيفاش نجموا نتجاوزوها؟ شنو هو يلزم نوفروا له صغير هذاك باش نخليه يندمج في المجتمع؟ تتطلب برشا مجهود مادي وبرشا مجهود معنوي يظهر. بالضبط، والمجهود هذاك يبدأ من المراحل الأولى، من أول مرة وقت مش نجي ونعطيه التشخيص للوالدين، من المرة هذيك هذاك علاش من الأساس نتاع أن نهار اللي مش نعطيه التشخيص إذا كان الوالدين جابوا لنا صغير، وإذا كان تأكدنا احنا من التشخيص، المرحلة الأولى هي الدعم النفسي للوالدين. وفي أي عمر دكتور؟ يبدو لي أنه قبل العمر سنتين يكون أفضل بكثير من أنه بعد ثلاثة سنوات ولا أربع سنوات. إذا كان مش نحلوا القوس، معناها الدراسات أثبتت أنه كل ما يكون التشخيص مبكر كل ما كانت النتيجة نتاع العلاج خير. معناها أول مرحلة ماذا بين التشخيص يكون مبكر، أول مرحلة من التشخيص هو لازمنا ننظمه اللي الوالدين تقبلوا، خاطر هذيك هي مش تكون المرحلة الأولى في الرحلة العلاجية، خاطرها الرحلة العلاجية صعيبة
وطويلة ولازمها برشا صبر ولازمها برشا متانة نفسية من عند الوالدين ولازمها برشا متانة في العائلة وفي العلاقات الأسرية. خاطر معناها الوالدين أم وحدها ماهيش باش تنجم، بو وحده ماهوش باش ينجم، ينجم يكون فما أخوة زادة اللي هما زادة ينجموا يتأثروا بالحالة هذيك. ساعات معناها احنا نراو برشا ساعات اللي الأخوة نحملوا لهم مسؤوليتهم أكثر من طاقتهم، ننساو اللي حتى هذوكم عندهم اللي هو حتى هذوكم أطفال، حتى هذوكم عندهم احتياجات عاطفية خاصة. معناها المرحلة الأولى اللي خاصة احنا نأكدوا عليها من الأول هي الدعم النفسي للوالدين، اللي كيفاش نعملوا كيفاش نعملوا لانونس تاع التشخيص من الاول، وكيفاش نرافقوا الوالدين في الحصص الاولى باش نضمنوا اللي هما فهموا شنو هي. معناها هذاك دورنا ان نفهموهم بالضبط شنو هو الاضطراب، كيفاش باش تكون الرحله العلاجيه والخطه العلاجيه كيفاش باش تكون، وخاصه ان نشركوهم في الخطه العلاجيه هذيك. ناخذوا فكره على الخطه العلاجيه، ربما فما اولياء توا يتفرجوا فينا وما يعرفوش معناها كيف منين يبداوا وشنو يعملوا. إذا كان مش نبدأه بالتشخيص، إذا كان نبدأه من الأول جملة، إذا كان والدين شاكين في الحالة متاع صغيرة المرحلة الأولى اللي هي تتعدى بطبيب العائلة وإلا طبيب الأطفال، اللي هو يعمل التقييم الأولي متاعه، يتأكد اللي ما فماش أمراض عضوية مرافقة للحالة هذيك، ومن بعد يوجهه الاختصاصي لطبيب نفساني للأطفال والمراهقين. إذا كان عملنا التشخيص، العلاج أول حاجة العلاج إفرادي يكون، مثل ما حتى صغير كيما صغير آخر. هذاك علاش نسميوه اضطراب طيف التوحد. الحالات تختلف من صغير لآخر. تختلف من صغير للصغير، خاطر الصعوبات موجودة في برشا مجالات. وكل صغير مش يكون عنده نقاط ضعف في مجالات معينة، مش يكون عنده نقاط قوة في مجالات أخرى. هذاك علاش نلقاو اللي برشا صغار أسهل برشا الاندماج نتاعهم بعد. معناها إذا كان ما فماش برشا مشاكل اجتماعية، إذا كان القدرات الذهنية ملائمة، الاندماج مش يكون أسهل برشا. فما صغيرات يستحقوا اكثر مجهود. الكريتير الثاني نتاع العلاج هو انه العلاج تشاركي، فما برشا عباد تشارك فيه اطارات طبيه والا شبه طبيه، الطبيه من الطبيب النفساني للاطفال والا طب الاطفال والا طب الاعصاب اذا كان فما تنجم تكون فما امراض عصبيه مرافقه لاضطراب طيف التوحد كما الصرع مثلا، كما الصرع بالضبط، والا الاختصاصات شبه الطبيه كما تقويم النطق كما التقويم الحركي كما التقويم الوظيفي، حاجات هذوما كما العلاج النفسي. بعد كيف الكريتير الاخر هو انه اشراك الوالدين، الوالدين لازمهم يكونوا شركاء في العلاج. اذا كان الوالدين ماهمش باش يكونوا شركاء النتيجه ما هي باش تكون كما النتيجه المرجوه، خاطر الوالدين هما اكثر عباد يعرفوا الصغير هذاك، اكثر عباد يعرفوا شنو يحب شنو اللي يقلقه، اكثر عباد يعرفوا شنو نقاط الضعف نتاعو شنو نقاط القوه نتاعو. وخاصه احنا الهدف نتاعنا اذا كان باش ناخذ اونشارج صغير عنده اضطراب طيف التوحد، الهدف هو ان نوصل ونطبقوا الحاجات اللي باش يتعلمهم هذوكم في المحيط العادي نتاعو في المليون ناتوريل في الدار. شكون باش يحرص انه الحاجات هذيك تصير؟ هي الوالدين. معناها الوالدين احنا نحبوا نخرجوه من العزله نتاعو باش يعيش معنا كفرد طبيعي بالضبط. في المجتمع، باش يعيش فرد طبيعي في المجتمع، بدايه من انه يعيش في وسط العائله، انه يتعلم المهارات في وسط العائله. هذاك علاش توا حتى اكثريه الدراسات والاكثريه الطرق العلاجيه الجديده يعتبروا الوالدين شركاء في العلاقه العموديه شوي بين اللي يعالج وبين الوالدين. هذيك ما عادش نمشيو بها برشا، توا الوالدين هما الشركاء الاساسيين في العلاج، يشاركوا في العلاج، يشاركوا في الاختيار نتاع العلاج، لازمنا نراعيو الاختيارات نتاعهم، نراعيو الديسبونيبيليتي نتاعهم في حاطين الخطه العلاجيه من الاول. انا نعرف انه معناتها الخطه العلاجيه هذه تتطلب برشا مجهود نفسي بالضبط ومجهود معنوي، لكن ايضا تتطلب برشا مجهود مادي، لانه مش ما تنجمش تتوفر في كل مكان، تتوفر في مراكز خاصه غالبا. في تونس للاسف عندنا مركز عمومي واحد يستقبل الصغيرات هذوما، لكن الولي اللي ماهوش قادر وانه ينفق على صغيره وانه يوفر المستلزمات هذه لكل صغيره، على الاقل كيفاش هو ينجم في العائله، كيفاش ينجم يخلي صغيره يندمج مع المجتمع نتاعو. اول مرحله هو انه لازم يتقبل التشخيص هذاك، خاطر اذا كان باش يكون مرحله التقبل باش نتعداو من بعد لمرحله التعاطف. معناها الوالدين باش يتعاطفوا مع صغيرهم، التعاطف هذاك باش يحسن العلاقه بين الصغير وبين الوالدين نتاعهم، باش نوصلوا الى نوع من التناغم بين الوالدين وبين الصغير، باش يفهموا شنو هي الاحتياجات نتاعو، باش يفهموا شنو هي الصعوبات نتاعو. خاطر هو العلاج شنو هي؟ معناها العلاج هو انه المهارات اللي فيهم نقص هذوكم انه باش نعاونوه انه يتعلمهم المهارات هذوكم حسب القدرات نتاعو. معناها اللي نجموا يعملوا، معناها اللي ما نجمش
يحط ولده في مركز مختص مثلا ولا حاجه، ينجم ياخذ نصائح من عند الطبيب النفساني للاطفال، احنا نعطيهم نصائح نتاع حاجات ينجم يعملوهم معاهم. في الاغلب ينصحوهم باش يحطوهم في روضات عاديه، وتوا الروضات معناها ولات تقبل وزاره المراه معناها عامله منشور انه الروضات يلزمهم يقبلوا صغيرات هذوما حتى يسهل دمجهم. حاجه ثانيه اللي نطلبوها اللي اذا كان يكون الصغير عنده الحد الادنى من السلوك والحد الادنى من انه ينجم يعمل على روحه، ماذا بينا يتحط في روضات مع صغار اخرين. وقتها باش يتعلم، الصغيرات يتعلموا برشا بالتقليد. هذاك دونك باش يتحط في روضه باش يتعلم برشا حاجات. كيف الشركاء في العلاج مع الاختصاصات شبه الطبيه ينجموا يعطيوا نصائح للوالدين شنو هي الحاجات اللي ينجموا يعملوهم مع الصغير في الدار. خاصة اللي تأخر النطق نتاعهم، تقل من النطق نتاعهم. فما حاجة ديما نسمعوها كي نقولوا التوحد ونقولوا التلفزة ونقولوا التليفون ونقولوا معناتها الوسائل هذيا نتاع ليزيكرون هذوما اللي صغير يبدا شارد فيهم، ووقت اللي تنحيله من يده تليفون او تسكر له التلفزة معناها يدخل في هستيريا. معناها ضروري جدا انه الوالدين ينحيوا الوسائل هذه الكل حتى لعمر معين نتاع صغيراتهم. بالضبط، هو شنو هي المشكل في الوسائل هذه؟ هي المعلومه هذه الدوله برشا في وسائل الاعلام وقت اللي ولينا نحكيو برشا على التوحد، وصلنا نسميو فيهم اطفال الشاشه. علميا ما فماش حتى دراسات اثبتوا لحد الان، ما يمشي شاكين، فما حتى دراسه اثبتت العلاقه السببيه 100% بين ان نعرضوا الصغار للشاشات وبين انه يكون فما اضطراب طيف التوحد. اذا كان باش نشوفوا اكثر حاجتين، اكثر زوز اسباب، زوز فرضيات اللي مدعومين علميا، هي الفرضيه الجينيه، معناها انه الصغار يكونوا من الاول مهيئين جينيا مش يكون عندهم الاضطراب هذاك، يكون عندهم تغيرات جينيه. تغيرات جينيه هذيك تنجم تكون وراثيه، هذاك علاش نلقاو عائلات فيهم برشا حالات نتاع اضطراب طيف التوحد، والا الاضطرابات الجينيه هذيك التغيرات الجينيه تنجم تصير وقت تكوين الجيني، تنجم تكون جديده وتصير وقت تكوين الجيني. المجموعه الثانيه نتاع الاسباب هي الفرضيه نتاع الاسباب البيئيه. كما مثلا فما انواع نتاع التهابات فيروسيه في الجهاز العصبي، والا استعمال بعض الادويه في وقت الحمل، في وقت الحمل، هذوما اكثر زوز فرضيات. لكن هما مازال حتى شيء ما هو مثبت، ما ثم حتى حاجه مثبته. اذا كان باش نجيو توا لموضوع الشاشات، موضوع الشاشات المشكل الكبير اللي هو اذا كان الصغير باش يعدي اكثريه الوقت قدام شاشه، في الوقت هذاك اللي هو عمر حساس في الوقت النمو نتاعو اللي هو حتى كش عمر 3 سنين، باش يكون فما تاثير على القدرات نتاع النطق نتاعو، باش يكون فما تاثير على القدرات نتاع التفاعل الاجتماعي نتاعو، باش يكون فما برشا تاثير كيف على القدرات نتاع التحكم والتعبير في المشاعر نتاعو، اللي هي علامات نجمو نلقاوها في اضطراب طيف التوحد، اما نجمو نلقاوها عدده عند الصغيرات الاخرين. كيف اذا كان باش يكون الصغير يعدي اغلبيه الوقت مع الشاشات، هذاك باش يحرمه من الوقت اللي هو يعديه في تفاعل مع المحيط نتاعو وخاصه مع الوالدين نتاعو، معناها باش يحرمه من انه يتعلم برشا حاجات. هذاك علاش توا اغلب المؤسسات العلميه تنصحنا باش نتجنبوا الا نمنعوا ان نعطيو التليفون للصغيرات قبل عمر 3 سنين. الصغيرات هذوما كي يتعودوا بحاجات متكرره، نفس الاغاني بالضبط. ولا نفس الموسيقى، ينجم انت تعيط له من الصباح لليل ما يسمعكش، تقول يا اخي ولدي فاقد حاسه السمع ولا شنو هي الحكايه، وكي تجيك الاغنيه هذيك يمشي يجري قدام تلزم عليها الحاجات المتكرره هذيك. اذا كان باش نعقب على كلامك، كيف الدراسات العلميه اثبتت انه حتى المعناه اللي حطوا شويه علاقه بين التوحد والا انه الشاشات، حكاوا اكثر على التكرار نتاع الحاجات اللي تتعاود برشا. هو عنده حاجات تكرر فيهم التكرار نتاع مثلا يبدا اغنيه واحده ولا حاجه واحده تتعاود برشا. كيف نوعيه الالوان اللي استعملوهم، كيف اللي يعملوهم في الفيديوهات والى هذيك، هذيك من الحاجات اللي نجموا ياثروا. استاذ، المجتمع قبيله قلت انه المجتمع صعيب برشا انه يقبل الاختلاف. بالنسبه للصغيرات هذوما كيفاش نعملوا باش المجتمع يقبلهم ويطور مهاراتهم؟ لانه المجتمع عنده دور كبير في انه يطورهم صغيرات هذوما. لو يرفضهم فتصير لك الشوك هذيك نتاع معناتها يولي هو معناتها يبعد شويه وينعزل هكا شويه ويحس الشخص هذاك مش قابله ولا المجموعه هذيك ولا المدرسه هذيك ولا الروضه هذيك. لكن وقت اللي الناس الكل معناها تتكاتف والناس الكل تتفهم شنو معناها التوحد، لانه الى حد الان ما فماش برشا عباد تعرف ما تسمعش بها اصلا رغم كثرته في معناتها موجود بكثره في وسط العائلات التونسيه. هو يعني في الأصل الأشياء هذه معرفة مختصة، يجب أن نقر أنها معرفة مختصة، بمعنى أنها مش متناول الجميع،
وهي مستحدثة يعني حديثة نسبيا، وحتى المعارف حولها هك نسمع توا وإحنا نعرف هذا غير محسومة علميا وكليا، كونه أسباب جينية وهي بيست معناها من التفكير، وأسباب أخرى مختلفة متنوعة. بالتالي الظواهر التوحد مفهومة، ولكن الأسباب كما قلنا في البداية غير معلومة. إذن في هذا الوقت بالذات إيش نقوله على الأقل المتفق حوله، أنه ثم استعدادات أولية لدى الأطفال التوحد أنهم يكونوا إما أنه تتطور فيهم نزعة الانزواء والانطواء والانكماش على الذات ورفض الآخر، أو ربما نساعدهم على أنهم يخرجوا من هذا السجن اللي يحطوا أنفسهم فيه بدون إرادتهم، ولكن يلقوا أحيانا أنفسهم مضطرين كرد فعل أنهم يقعوا فيه. إذن هذا شيء يطلب ثقافة من مستوى من نوع آخر، مضامين أخرى، تطلب نشر لثقافة معرفية متصلة بالتعامل مع أطفال التوحد، تقسمها على مستوى بيداغوجيا التكوين لدى الأولياء، يعني التثقيف الأسري اللي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الحوادث التي يمكن أن تقع في طريق الثنائي الكوبل، يعني اللي يمكن يجيبوا ابن ولا بنت، يعني من مع العلم أنه هي تمس الذكور أكثر من الإناث بالمعطيات العلمية، هي أربع مرات تقريبا ذكور أكثر من الإناث إذا اعتمدنا المقاربات، ولكن كل إنسان معرض ممكن في حادث من حياته أنه يكون عنده ابن. إذن من نشر الثقافة هذه المتصلة بطريقة التعامل وقبول هذا الوضع، ثم على مستوى البيداغوجيا التربوية في المدارس والمعاهد ورياض الأطفال اللي يلزم تكون ثم تكوين بيداغوجي متخصص في هذا المجال، يعني كيف نتعاطى مع طفل التوحد، لا أن يعني نعمل له وسم وننهروه ونعاقبوه أحيانا أو نسخر منه أو نستهزأ به أو نهمش في القسم مع أترابه. رأوا هذا ما يجعل كان أنه تلك البدايات الأولى أو الاستعدادات الأولى اللي نقول الفطرية أو الجينية لكي يكون منطوي أو منكمش أو يعني منعزل راي تزيد تتطور وتتضعف، إلا أننا سنساعده كأسرة ثم كمدرسة ثم كمحيط، وبالتأكيد النتائج ستكون مختلفة لو كانت تكون عندنا هذا التقاسم المشترك لمثل هذه الثقافة. هو حاليا توا فما في الروضات كما قلت قبيلة للدكتور، وحتى في المدارس الابتدائية وفي الإعداديات فما منشور من وزارة التربية ومنشور من وزارة المرأة أنه صغيرات هذوما نقبلوهم وندمجوهم في وسط المدرسة، وللأمانة معناتها فما برشا صغيرات أنه تم إنقاذهم، لأنه صغير إذا عنده طيف توحد وقادر أنه يدخل يقرأ معناتها علاش نحرموه من فرصته في التعليم. فما برشا صغيرات قاعدين توا في المدارس، سواء المدارس الخاصة وهي تلزم المنشور هذا يلزم المدارس الخاصة بقبول الأطفال هذوما أو المدارس العمومية، ولكن دائما نطلبوا أكثر من الوزارتين باش يكون عدد المنتفعين من الصغيرات هذوما، لأنهم كيقعدوا في محيطهم العادي المدرسة أو الروضة يكون تأقلمهم أسرع وأفضل بطبيعة. هو لا يخفى أنه ثم مجهود مبذول حاليا على مستوى تأطير هذا يعني هؤلاء الأطفال على مستوى المدارس ومستوى رياض الأطفال، وثم مجهود الحق يعني قاعد يتبذل ويلاحظوا، ولكن بكل تأكيد إن شاء الله المستقبل يكون أفضل، لأنه نحتاج إلى مختصين وانتداب المختصين. يعني أنا أقول كونه مهم جدا هذا، إن شاء الله المالية العمومية تسمح أنه يقع انتداب إطارات مختصة في المستقبل، وأنا لا أشك في أنه ثم يعني إرادة حقيقية لتأطير يعني، ولكن نعرف الظروف، ولكن إن شاء الله تكون عنا الفرصة في المستقبل ربما وحتى في المستقبل القريب لانتداب المختصين الذين هم بدورهم تكونوا تكوين مختص في التعامل مع هؤلاء، لأنه مجرد أن يكون أي إنسان قادر يعني لمجرد أنه يشتغل في رياض أطفال أو في مدرسة دون أن يكون تلقى تكوينا مختصا في الميدان، مهم جدا أنه يكون واعي بهذه المسألة، لكن يكون أهم بكثير لو كان يكون هو نفسه متكون بشكل مختص في التعاطي مع مثل هذه الحالات.
وقبل المرحلة هذه يا ريت يكونوا أكثر مراكز عمومية خاصة في الجهات الداخلية، لأنه الكلفة نتاع المراكز الخاصة كلفة ما يقدروش عليها الناس الكل. دونك إن شاء الله تكون فما أكثر مراكز عمومية لاحتواء كل الأطفال هذوما. احنا ما نجموش نحكيوا على التوحد إلا ما نسمعوا تجربة ولي عنده ابن متوحد، باش نشوفوا تجربة الولي هذا كيفاش عايش ولده عمره 17 سنة ما شاء الله، كيفاش عاش هال 17 سنة هذوما مع ولده، ونرجعوا نحكي. هو عمره تو 17 سنة، مصاب باضطراب طيف التوحد، وقع الدياجنوستيك نتاعو يمكن في عمر 3 سنوات، عامين ونص. بدأت بالتأخر في النطق، تعيط له ما يغزر لكش، ثم دي سيني اللي واحد ما كانش يعرفهم لكن يجلبولك الاهتمام، وهو على قدر ما انت. أنا حتى اللي نسيح اللي بارون خطر الشيء ذا ماشي ويزيد، انه من اللي يشوف النوعيه هذه نتاع الواحد ماذا به يتصل بالطبيب نتاعو. شوف هي راه كيف لي بارون، كل صدمه راه ما ثماش واحد ما يخوش صدمه، تبقى كل واحد كيفاش يتاقلم معك الصدمه هذيك. باش تكون ان شوك، تتحس روحك هكا ضايع، واش تعمل، وين باش تمشي، وين باش تتوجه. الحق انا واحد بديت نقرا وبديت نشوف وكل شيء ونسال للي بون، فما مركز خاص وقال ندمجوا فيه، تحسنت الامور. عنده توا ما يقارب 13 سنه في نفس المركز، قاعده الامور تتحسن. وقتها يظهر دور العائله وكيفاش تتاقلم وكيفاش تعمل والاكومبانيمون، واللي صعب اكثر اللي هما لي زوتيست نون فيربو، اللي ما يتكلمش ما ينجمش يعبر لك على الاحاسيس نتاعو، ما يعبر لكش على حاجه توجع فيه. تولي انت يلزمك بحكم المده، بحكم الجاست، تعرف على الاقل شنو هي الحاجه اللي مقلقته، وحاجه اللي لازم تكون عضويه، تنجم تكون حتى نفسانيه. وهي صعيب راهو، مش سهل. هو الصعوبات تبدا من الداخل، من الدار، من الفاميه قريبه ياسر، يلزمها تكون فاميه تكون متوحده، معناتها مش متوحده دون سونس متوحد، مي اوني سوليدير، فهمت؟ ويلزم ماكسيموم يطالعوا ويقراوا ويشوفوا باش يعرفوا شنو، على خاطر ثم دي كومبورتمون ما تفهمهمش. توا انت قبل واحد كي يبي يكون اغريسيف، هو ريالمون راهو وصل لاغريسيفيتي، لا راهو ثم حاجه مقلقته. يلزمك انت تحط في بالك راهو كي ضربك ولا عمل لك حاجه باش ترد الفعل سيفريرا، ونحنا كنا بشر، نجم توجعت نجم ترد. مي يلزمك تعرف اللي هو راه عملها مش على خاطر يكرهك ولا خاطر يحب يضرب، ولا لا، ثم حاجه مقلقته في الداخل. به العائله المقربه يلزمها تعرف اللي هي ماهيش تعيش كيما العائلات الاخرى، هذه يلزم واحد يحطها في باله. خاطر علاش؟ عباد تخرج تمشي للريستورون، تمشي للقهاوي، تمشي كذا، فهمني؟ هذا باش يمشي معاك تعرف شنو هي الكومبورتمون نتاعو. ينجم يكون مثلا في ريستورون ينجم يشي واحد ياكل في حاجه ينحيها بار اكزومبل. السيد الاخر اذا كان هو جينيرالمون المشكله لهنا، هي نجم يقول لك ربي ولدك مش متربي ولا فهمتني، هذيك لا بريمير امبريسيون اللي عباد تاخذ. المشكل وقتاش العائله زيد تتعب، وقت ترك الانفيرونمون برا والعباد البرا ماهيش واعيه، وقتها تزيد تتعب اكثر، فهمت؟ خاطر يقول لك انا الله مني انا نعمل اللي نجم ونحاول باش ندمجوا ونحاولوا، خاطر ابريتو مش يعيش في عزله. هو شنو هو موجود في سورت دو قلعه فورتوريس، فهمني؟ يلزم العباد تجيه ويلزم العباد تتاقلم معاه، ومش هو اللي يتاقلم معه. علاش كنت واحد يحكي على تاقلم؟ انا في وقت معين كنت نخدم في شركه وبوست باهي، اما اوقاتي اداريه ونخدم وكل شيء، يمكن خلاني نبعد عليه شويه ولا ما نعطيش اهم، مش ما نعطيش، نحاول، فهمني؟ اما وقتي اوكيبي كل بالخدمه، شيء اللي خلاني انا ناخذ قرار، فهمني؟ اللي مانيش ندم عليه، اني نخرج من الخدمه. وانا يمكن نقول اللي انا ندمت اللي ما خرجتش قبل، على خاطر يمكن ضيعت برشا وقت. كبارون نعرف اللي لي بارون كل يعاني، كل واحد عنده خصوصيته. انا مثلا اللي متعبني واللي تعبني اكثر
هو ملي صاروا له الكريز دي ديبيليبسي، فهمني؟ هذا التعب، نوبات الصرع، نوبات الصرع اللي هو علاش على خاطر لهنا باش تكون محطوط بين زوز طب، ثم طبيب الاعصاب وثم طبيب البسيكياتر، معناها فريمون واحد يمشي على العظم، معناها يمشي على العظم ويحاول كيفاش باه مانيش طبيب، مي واحد يحاول هكا ويجرب، الطبيب الاول ما مشاش الطبيب يمشي للطبيب الثاني حتى للثالث والرابع، هذاك هو هذيك هي الحياه نتاع ان بارون دان انفون اوتيست. شوف اون كا دو كريز انت والناتور تاع الكريز، المشكل ما فماش فورمول، فما حاضره فهمتني باش تحاول تهديه، باش تحاول راهو شوف ماناش عباد معاود ماهوش ايديال، راهو ساعات انت يضربك توجع اكثر ترد الفعل، مالوريزمون مي تحاول انت تشد، شنو اللي يخليك انت تحاول ديما تقول لا شوف راهو ما يعرفش يعني، ساعات تبدا تعب، هو شنو المشكل، هو انت تخدم ولا تعب ولا امه تعبه ولا اخواته يقرا ولا كذا، وهو يبيك اون كريز في الوقت هذاك، فهمني؟ العباد الكل تبدا اعصابها، تصور انت عائله كامله تفزع، فهمني؟ انت كابو يلزمك تتصرف، فهمني؟ تنجم تحاول تهديه، تحاول تهديه، مي اون كا دو كريز يفو با بانيكي، هذه انا اللي تعلمتها، خاطر علاش؟ اذا كان هو يبيك اون كريز والناس كلها على اعصابها تبدا تعيط، راهو يزيد يدخل بعض، ما عندكش شوا كان باش تحاول تطيح. انا واحد من الناس تجربتي الخاصه في برشا مرات، ساعات نبدا في كهرباء نسوق، نبدا في سيتياسيون نتاع اختر، وصارت لي ما عنديش برشا، معناتها شاد لي الفولون، فهمني؟ بار رياكسيون ضربت، دخلت في عركه انا وياه، فهمني؟ وقفت الكهرباء، فهمني؟ ومن بعد هو فم عظني جري شويه دم، فهمني؟ قلت له هكا عم بابا شد يدي وباسها، انت راهو شو نحب نقول لك، معناتها لو انسان حنين برشا يعطف برشا تعطيه يعطيك كهو، فماش واحد في العائلة، واحد من الناس فماش واحد في العائلة نبدا راكد ويجي على النقل أباره، أنا ساعات نقول بالتعب هذا وكل شيء، تصور شنو حياتي ما غيره هو، معناتها إنسان ما تصورش الشيء اللي قدمته والكل يقعد في داخلك، معناها فهمت؟ دونك المجتمع يلزمه يتفهم، على خاطر تنجم انت ما عندكش تو واحد اوتيست، راهو يكون عندك في العائله نجم يكون انا راك عندك انت، فهمت؟ وقتها تقول يا ليتني ما تصرفت هكاك، تنجم تقول لو ديفو نتاع الاوتيست ان انفون اوتيست ما يخبيش مشاعره، كان يشوفوها ديفو، اما هي اعطيني انسان انت ما يخبيش ليزيموسيون نتاعو. ترى هو سعاد المشكور أنه قدم لنا شهادة هذية، لخص اللي كلنا نحكي فيه دكتور من حالة الصدمة اللي تصيب الأولياء أول ما يعرفوا أن ولدهم عنده توحد أو طيف توحد، إلى رحلة العلاج واللي متواصلة إلى حد الآن، رحلة العلاج والإحاطة بولدهم ما شاء الله هو توا عمره 17 سنة. برشا صبر دكتور في التعاطي مع الأطفال هذوما، يزم يكون عند الأولياء باش ينجموا يوصلوا صغيرهم المرحلة أنه قادر أنه يعيش ويندمج في وسط المجتمع. بالضبط، برشا صبر. هذاك علاش نعاود نأكد اللي احنا من أكثر الحاجات اللي نعملوهم هو الدعم النفسي للأولياء، وإذا كان ساعات حتى هم الأولياء يبدأ مستحقين شكون يعاونهم في الجانب النفسي، هذاك علاش احنا سيستيماتيكمون لوجو فماش قلق نفسي عند الأولياء أول ما يصير التشخيص، وإلا في إطار الخطة العلاجية، معناها ينجم نجيهم فترات اللي يتعبوا، دونك نجم نجيهم فترات اللي التحسن ما يكونش كيما هما ينتظروا، خاصة في السنوات الأولى في المراحل الانتقالية، مثلا وقت اللي باش يدخل صغير للروضة تنجم تكون مرحلة صعيبة، وقت اللي باش يدخل صغير للمكتب تنجم تكون مرحلة صعيبة، خاصة للصغيرات اللي عندهم طيف التوحد ما يحملوش برشا التغيرات نتاع الروتين. هو قبل هذايا دكتور سامحني، قبل ما نوصلوا أنه يدخل للروضة، لأنه وقت اللي يكون صغير ما ينجمش يتكلم، بالضبط، ويوصل 4 و5 سنوات وهو مازال ما
يتكلمش، هي فترة صعيبة يعيشوها الوالدين، لأنه ما يعرفش وقت اليوم مرض ما يعرفش يقول له راني مريض، وقت اللي يجوع ما يعرفش يقول له راني جيعان، فالمسؤولية تكون أكبر على الولي والستريس يكون أكثر مسلط عليه. هذاك علاش الجانب العاطفي بين الوالدين وصغيرهم مهم برشا. الجانب العاطفي هذاك هو اللي مش يشكل التناغم اللي حكينا عليه من الأول، دونك يولي الوالدين حتى إذا كان الصغير عنده صعوبات في النطق ولا ما ينجمش يوصل المعلومة ولا ما ينجمش يعبر على وجاعة ولا مش يعبر على إحساس معين ولا على غش، هما يولوا يفهموه، هما ينجموا يفهموه وكذا. وفي رحلة العلاج هذه ربما فما ناس تسأل فما أدوية معناها تعاون للصغير أنه مثلا باش يتكلم ولا باش تحسن له الكونسنتراسيون خاصة التركيز اللي هو طريق إلى بداية التكلم. الأدوية خاصة نستعملوها بصفة مؤقتة وقت اللي فما يكون فما اضطرابات سلوكية كبيرة اللي تنجم تعطل الخطة العلاجية، وإلا وقت اللي نجم يكون وقت اللي يكون الصغير ينجم يشكل اختر على روحه وإلا علي دايرين به. ما نعاود نأكد اللي احنا نستعملوهم بصفة وقتية باش نجموا نتجاوزوا المشكلة هذيك اللي هي عادة ما تكون محدة في الوقت ما تدومش برشا، وكيف كيف بعد ما نوصل نتأكدوا إلي ما فماش حتى سبب عضوي. باش تحسنوا من مستوى التركيز نتاع الصغير هذاك حتى ينجم يتكلم. بالضبط، مش نحسنوا السلوك ونحسنوا المستوى هذاك، وخاصة بعد ما نتأكدوا إلي ما فماش حتى مشكل عضوي اللي نجم معناها ينجم يسبب اضطراب السلوكي هذاك، خاطر هذيك أول حاجة نخموا فيها. أنت جبت المثال نتاع أنه ينجم يكون صغير موجوع، معناها إذا كان ينجم يكون صغير ما عنده وجيعة ما ينجمش يعبر، مش يعبر بالاضطرابات في السلوك. كيف كيف لازمنا نثبته في المحيط، معناها إذا كان صغير باش يكون فما معناها فما قلق في المحيط مثلا، فما حاجة جديدة تبدلت، فما مشاكل في الدار، صغير معناها المشاكل هذيك تنجم تظهر في السلوك نتاع الصغير. قبل ما نحطوا الدواء نتاكدوا اللي ما فماش حتى مشكله من المحيط ولا حتى مشكله عضويه اللي تنجم تفسر اضطرابات السلوك هذيك. اذا كان ما نجمناش بالعلاج السلوكي نحسنوا الاضطرابات هذيك، نتلزوا ساعات نحطوا شويه دواء اللي نعاود ناكد اللي هو مش يكون بصفه وقتيه حتى كش اللي نوصلوا نتجاوزوا المرحله هذيك. والدواء طبعا دكتور ما يقروا كان الطبيب النفسي المعالج للطفل هذايا، مش نمشيو ناخذوا دواء من الفارماسي ونعطيوه. بالضبط، ديجا الدويات ديجا ما يتعطاوش، معناها ما يتعطاوش من غير كان بوصفه طبيه، وحتى احنا كاطباء نفسانيين ما نعطيو الدويات هذيك الا ما نتاكدوا من حاجات، خاطر اي دواء ينجم يكون عنده اثار جانبيه، اي دواء ينجم يكون عنده موانع انا نستعملوه. احنا بيدنا ما نكتبوا الدواء هذاك الا ما نتاكدوا اللي عضويا ما فما حتى مشكله. فما مقابلة كلينيكية مع الوالدين تصير، فما نعديو عليه الصغير، فما تحاليل نطلبوهم، فما تخطيط نطلبوه باش نجمو نجزم وقت اللي احنا إذا كان باش نحطو الدواء ما فماش اختر على الصغير. أستاذ، في الشهادة متاع سعاد على ابنه لاحظنا قديش كمية الحب اللي تجمع الأب بابنه والابن بوالده، وكيفاش معناها خلق نوع من التواصل بينه وبين صغيره حتى ينجم يحيط به وحتى ينجم يحس أنه هو الأمان. هو بكل تأكيد على أهمية الدواء الجانب معناها الشيميك معناها الأدوية وعلى أهميتها، لكن في اعتقادي وأنا متأكد أنه كونه تبقى وحدها غير كافية بكل تأكيد، لعله أحيانا ربما من الأدوية الفعالة هو تلك الحميمية الخصوصية التي تجمع واللي تبنى تدريجيا كأنها علاقة، يعني علاقة مميزة تبنى بحب كبير، تبنى يعني بتعلق، وتولي فيها يعني روابط شد، يعني روابط عاطفية قوية جدا تساعد على أكل الطفل على أنه يشعر كما قلنا في البداية بالإطمئنان. رو الشعور بالإطمئنان هذاك اللي حين يخليه يرد الفعل بشكل وقت اللي لا يشعر بالإطمئنان، وقت اللي يستشعر انه فما شكون يمارس عليه العنف. بالضبط. ما يحبوش العنف، ما يحبش تمشي معاه بالعنف، لازم تتعاملوا بكل حب حتى تاخذ منه انت اللي تحب. هو في الواقع لا يقبل كل ما هو غريب عليه، يعني الدماغ نتاعو على ما اعلم، لست مختصا ولكن على ما اعلم كانه ما يحلل كل الاشياء اللي يعرفها، فيتعود بالهدوء، يتعود بالراحه، فالصوت العالي يفجعه فيرد الفعل. مثلا يحب يرى، احيانا يستمتع
مروحة هواء مثلا لانها تعود تتكرر نفس العملية يستمتع بالدوامة احنا نقولوا الزربوط معناها اللي يلعبوا به الاطفال يقعد ينظر له وفيه إلي بروف يعني يستمتع به وكل ما احيانا يعني حاجه تجي غريبه والا سلوك غريب تجاهه هو يحله على انه غريب هو يرفض العنف يرفض كل ما هو يعني اقصاء ليه ويشعر به وراه يفهمه ولذلك فحميميه الوالدين معاه وان شاء الله هذه وحتى المجتمع والمجتمع من العائله للمجتمع بالضبط لما تتوسع وتكون في شراكه مع محيطه مع حتى مع اصدقائه لانه الاطفال ما يعرفوش احيانا ردود فعلهم عفويه وما تراعيش ياسر مشاعر بعضهم لكن لما فهموهم اللي راهو صديقهم راهو يحتاج الى رعايتهم والى كلمه الحلوه والباهيه ويربون على ذلك يعني ان ننشئهم في المدرسه في تكوينهم في ثقافتهم على انهم يتعلموا يحترموا زميلهم اللي هو معاهم راهو ما يقسيوش اما وقت اللي ما يعرفوش وما يتكونوش في ذلك يكون رد فعلهم صغار يعني رد فعلهم ما يلعبش معاهم يبعدوه ما يعرفش يلعب يعني نخرجوه من اللعبه وهذاك تدريجيا يزيد يخليه يدخل في الاقصاء لكن لما تحسسهم انه راهو هو معاهم وشريكهم وصديقهم وعنده بعض الاختلاف مش بالضروره عنده بعض لا عنده بعض الاختلاف فعاونوه فهم راهو يحبوا انهم ينفعوه اذا هي مساله متصله ببيداغوجيا التعامل مع مثل هذه الحالات. دكتور باش نكمل معاك برشا اكيد راهم يتفرجوا فينا ويتسائلوا اي بعد المعاناه هذه اسكو صغيري باش يتحسن ولا ماهوش باش يتحسن اسكو باش يقعد هكا سلوكه مدى الحياه والا بالاحاطه وبالمعنى الرعايه اللازمه اللي نقدمها له معناتها ممكن انه يكون شخص عادي في المجتمع. باهي نعاودوا نرجعوا من الاول للتعريف الاول احنا حكينا اللي هو اضطراب طيف معناها فما اختلالات في برشا مجالات تخلي اللي ما فماش حتى صغير كما اي صغير. فما علميا فما برشا حاجات اللي تخلينا نقولوا اللي الاحتماليه تاع ان نكونوا ماشيين تاع انه النتيجه تكون ايجابيه اكثر من انه الاحتماليه تاع ان تكون النتيجه سلبيه. هو مثلا المثال اللي حكى عليه الدكتور ملول اللي هما اذا كان القدرات الذهنيه تكون ملائمه ملول صغيرات هذوكم باش يتعاملوا معناها باش يكون عندهم احتماليه اكثر انه الاندماج نتاعهم باش يكون اسهل. اذا كان ما يكونش فما امراض عضويه مرافقه للتوحد خاصه معناها كما مرض الصرع والا فما بعض الامراض الجينيه والا هذيك كيف كيف اذا كان ما يكونش فما حتى مرض معناها هذاك يحدد اللي راهو احتماليه انه النتيجه تكون ايجابيه اكبر. كيف كيف الطريقه نتاع العلاج انه التشخيص يكون مبكر وانه العلاج يكون مبكر وخاصه كيف كيف الطريقه نتاع العلاج هذاك علاش ناكدوا اللي الجانب العاطفي نعاود نعقب على انه ناكد على الجانب العاطفي حتى توا اكثر الدراسات اثبتت انه اكثر الطرق الفعاله هي الطرق اللي في جانب منها متاثر على الجانب العاطفي نتاع العلاقه بين الصغير والى الوالدين والى حتى بين الصغير والمعالج نتاعو والى حتى بين الصغير والمعالج نتاعو والى اللي مبنيه الطرق اللي مبنيه على التحفيز الايجابي. كيف كيف حاجه اخرى باش نعاود نعقب على اللي قاله الاستاذ هما الصغيرات ما يحبوش مفاجآت معناها عندهم نقص في المرونة الذهنية اللي تخليهم ماذا بهم كل شيء يبدأ متوقع ما يحبوش الحاجة اللي ماهيش متوقعة بتاتر هذاك اللي يفسر هو ردة الفعل متاع الصغير ما يحبوش أي حاجة هذاك علاش ماذا بينا حتى في العلاج نحاول نخلو وإلا حتى في الإدماج المدرسي إن نحاول نخلو الأمور متوقعة لأكثر حد. حاجة أخرى كيف كيف إذا كان لازمنا نحاول نقسم الوصم الماكسيموم خاطر هذاك زين جانب كبير اللي مش يحدد التحسن نتاع الصغير كيفاش خاطر الصغير ماهوش باش يعيش كان في العائله باش يتعلم مش نضمنوا انه يتعلم مش نضمنوا انه يتحسن خاطر هي مهارات باش يكتسبها مهارات مش نبدو من الاول من مهارات سواء مهارات ذهنيه والا مهارات حركيه والا مهارات في الاعتماد على ذاته حتى من بعد مش نوصلوا للمهارات في المهارات الاجتماعيه وما الى ذلك حاجات هذوما مش يتعلمهم في الدار اما زاد باش يتعلمهم في المدرسه والا في المحيط نتاعه معناها الهدف هو ان نقسم الوصم هذاك هذاك علاش توا حتى اذا كان نجموا نلقاو اذا معناها في علميا البرة فما برشا تجارب تاع انهم يعملوا برامج نتاع تحسيس نتاع الصغيرات اللي عندهم معاهم زملائهم عندهم اضطراب طيف التوحد يعاونوهم يلموهم يفسروا لهم اكثر شنو الاضطراب هذاك يفسروا لهم الصعوبات نتاع صحابهم باش يعاونوا اكيكا هما ينجموا يولوا يعاونوه باش هو يتاقلم اكثر في المكتب العوامل هذه الكل
هي اللي باش تحدد ان النتيجه مش تكون ايجابيه والا النتيجه ماهيش مش تكون كما احنا نرجوها. مش نختم معك استاذ بسرعه، السعاده اللي حكى على انه بدل الخدمه نتاعو باش يخصص وقت اكثر لصغيره، في الحالات كيف هذه ينجموا الوالدين يلقاو رواحهم من اجل مصلحه صغيرهم انهم يضحيوا برشا حاجات في سبيل وانهم معناتها الصغير هذاك ينقذوه من العزله اللي هو فيه. هو مش من باب الصدفه كون الامم المتحده اقرت يوم 2 افريل من كل سنه هو يوم عالمي للتحسيس يعني حول مرض عفوا حول معناها التوحد واضطرابات التوحد يعني لانه كما قلت هذا يتطلب مجهودات مشتركه من الجميع من الأسرة من المدرسة من أعراف العمل ومن الإدارة التي يجب أن تأخذ بها الاعتبار ضغوط الأسر التي عندها وضع متاع أطفال في التوحد، فثم معاملة مختلفة ويجب أن يكون هناك هامش لهم مسموح لهم فعلا لكي يكون هناك تأطير أفضل لهؤلاء الأطفال. لا يمكن أن نتعامل بشكل إيجابي وفعال في مساعدة هؤلاء الأطفال للخروج من وضعهم ومساعدة إذا كان ما نلقاوش التعاون من كل الأطراف بما في ذلك كما قلت المسؤولين عن العمل ومسؤولين عن الشغل. يجب أن يتفاعلوا إيجابيا في إطار ثقافة مشتركة تراعي مصلحة المجتمع ومصلحة الوطن أكثر من مصلحة ربما ضيقة متاع حدود العمل الإداري ولا غيره من أشكال الشغل. إذا نقول كونه مش باب الصدفة أيضا كونه العلماء والدارسين في علم النفس مثلا بياجيلي حددنا 5 مراحل لاكتشاف ونمو الطفل، رأوا الطفل هذا يحتاج إلى محبة خاصة، إلى عاطفة خاصة، إلى لكي يكتشف مع والديه أسرته وأصدقائه ومدرسته لأنه عنده صعوبات في اكتشاف والتعرف على العالم والانفتاح عليه، فلنتعاون جميعا من أجل أن نساعده مش نسموه الوسم السيء ولا السلبي ونزيد نقسيه ونعمقه ما يسمى إذن اضطرابات التوحد. والعائلات لازمها تفهم وأنه اللي عندها طفل متوحد مش باش تكون كما العائلات الأخرى ومش باش تكون عندها مناسبات كما العائلات الأخرى، لازم باش يكون فما وضع خاص، إن شاء الله الصغيرات الكل يكونوا لباس وإن شاء الله معناتها يكون فما تحسيس أكبر بطيف التوحد حتى نجموا أنه ننقذوا أكثر عدد ممكن من الصغيرات هذوما. شكرا لكم دكتور وائل العسكري طبيب نفسي للأطفال والمراهقين، شكرا لك على حضوركم معنا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لك أستاذ صلاح الدين بن فرج أستاذ علم الاجتماع. يعطيك الصحة وشكرا لك على كل المعلومات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نتقابل إن شاء الله في موعد جديد من برنامج منا وفينا، إلى اللقاء.